الطازج هي عبارة عن شركة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة سنة 1990. طبعا هي متخصصة في مجال تقديم الدواجن ومشتقاتها. طبعا احنا يعني نمتاز عن اي منتج اخر. المنتجات اللي احنا نقدمها عبارة عن توابل عربية اصيلة ودواجن مربية حسب الاصول بمواصفات خاصة ضمن خلطات سرية معينة نقدمها في جميع منتجاتنا. وطبعا هذا افتتاح فرع الطازج فرع الزرقاء، هذا الفرع الخامس من سلسلة مطاعم الطازج في الأردن، ونرحب فيكم جميعا وأهلا وسهلا في مدينة الزرقاء الحبيبة. نبارك للشعب الأردني افتتاح فرعنا الخامس في محافظة الزرقاء، ونبشركم أنه سوف يتم افتتاح فرعنا السادس بالعبدلي مول، ومن ثم إن شاء الله راح يتم افتتاح فرعنا جديد في عروس الشمال محافظة إربد وثغر الأردن محافظة العقبة. بفضل الله تم افتتاح الفرع الخامس لنا في محافظة الزرقاء، وتم توفير 25 فرصة عمل لموظفين أردنيين من نفس المحافظة، وهذا كان بفضل جهود وزارة العمل والتنسيق مع وزارة العمل ومحافظة الزرقاء. وإن شاء الله في لنا لقاء في فرع إربد توفير فرص عمل لأهلنا في محافظة إربد والعقبة بإذن الله تعالى.